مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ تحياتي ليكم، تحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا. فضلا وليس امرا، يا ريت تشتركوا معانا في القناه يا جماعه وتتابعوا كل فيديوهات جديده احنا بنقدمها. النهارده بقى جاي لكم بحلقه جميله خالص 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 عن الكلب تراك. كلب مالينو طبعا كل الناس عارفينه، تراك كلب مالينو كل الناس عارفينه. الحلقه بتاعت النهارده حلقه جامده خالص. طبعا انا خرجت تراك من العنبر يا جماعه، تمام، بتاع الكلاب بتاعتنا. الكلب ده بتاع المزرعه، تمام. طبعا تراك لما جبته في المكان ده وربطته هنا زي ما انتوا شايفين كده. طب انت ربطته هنا ليه يا ابو نور؟ ربطته هنا لاسباب معينه. مين فاكر الافعى او الكوبرا اللي كنا لقيناها في المكان ده من فتره طويله من الزمن كده؟ كنا صورنا حلقه، تمام، عن كوبرا مصريه خرجت من الترعه القريبه للمزرعه اللي هي الترعه اللي قدامنا دي زي ما احنا شايفين كده. دي ترعه قريبه من المزرعه. الكوبرا خرجت من المكان ده ومشيت كده بالراحه 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 وتنت ماشيه في الطريق ده، تمام، ووصلت في الباب اللي هناك ده. الباب ده كان فيه وراه عصافير، بس النهارده احنا مش مربيين عصافير ورا الباب ده. طب مربي ايه يا ابو نور؟ احنا مربيين فراخ وبط وحمام وحاجات زي كده زي ما احنا شايفين كده، تمام. طبعا لما ربينا الحاجات دي، وفي هنا اوضه كمان حاطين فيها فريزرات الاكل والحاجات دي كلها، تمام، فقلت لا، يبقى لازم طالما انا هعمل كده، تمام، دي اوضه اهي، تمام، فيها فريزرات وفيها حاجات شغلنا. قلت لا، طالما بقى احنا حاطين المكان ده مهم بالنسبه لنا والمكان ده موقع اساسي ان لازم نحافظ عليه، قلنا نجيب تراك في المكان ده. تراك استغل الفرصه يا جماعه وعمل ايه؟ اشتغل مع كلاب الشراسه زي ما احنا شايفين احنا رابطينه، تمام. الرجاله بتاعتنا لما بتخش تشتغل مع كلاب الشراسه تراك بيبين رد فعله. تعالوا نوريكم تراك بيعمل ايه ساعه الشراسه. بس قبل ما نوريكم تراك، تمام، يا ريت الناس اللي مشتركه معانا تلغي الاشتراك وتشترك من اول وجديد، ويا ريت الناس اللي ما اشتركتش تشترك معانا، ويا ريت نفعل الجرس ونختار كلمه الكل عشان يظهر لنا كل جديد. وما ننساش نعمل للفيديو ده لايك لو عجبك، وما تنساش تكتب لي كومنتات عشان نقدر نرد عليك وتقول لي ايه الحلقات اللي انت عايز تشوفها على قنواتنا على اليوتيوب. يا رب الفيديو يعجبكم. يلا نشوف تراك بيعمل ايه اول ما يشوف الرجاله بتخش تهاجم الكلاب. طبعا مسعود بدا يخش كده يهاجم الكلاب بتاعه التدريب زي ما احنا شايفين، تمام. طبعا دي كلاب للتدريب يا جماعه. ده بقى تراك رد فعله اول ما بيشوف الرجاله بتاعتنا كده بتهاجم. لو الناس فاكره ده تراك، ده من زمان خالص. تراك ده كان كلب جبان جدا وبيخاف بطريقه رهيبه جدا. طبعا دلوقتي الحمد لله مع الوقت بدا ان شخصيته تتغير وبدا زي ما احنا شايفين كده، تمام، نشوف كلب تاني خالص زي ما احنا شايفين اهو. طيب فينا حد هيقول لي تراك ده ابن ميلو يا ابو نور؟ لا يا جماعه، تراك ده احنا شاريينه خارج ميلو خالص. شاطر تراك، برافو، ولا امسك، يلا ايه ده؟ ها جدع. طبعا احنا كده يعني زي اللي بنضرب عصفورين بحجر واحد، بنهاجم الكلاب اللي هي عليها شغل وتدريب زي كده اهو. احلى اكسل، احلى ولا ديفيد، برافو ديفيد. طبعا كلب شرس جدا جدا برضو من ضمن الكلاب المقاتله، تمام، وفرعون طبعا. يا فرعون احسان. طبعا الكلبه كولا قاعده في البوكس ملهاش دعوه باي حاجه، خايفه مرعوبه. احلى ولا، احلى ولا رعد. فيكتور احسان، على احلى ولا ماكس، ولا ها احلى ولا ها. احلى فهد، احلى سليبر، سليبر المقاتل، ولا ها احلى ولا امسك، ولا احلى رجاله، ولا
برافو. احلى ولا برافو. احلى بحر يا دع بحر. امسك ولا. ولا بحر. برافو ولا. احلى رجالي. احلى ولا. اكسل. ولا. انت اللي عايش الدور. انت اعزى إلسى. احلى ولا راجل. روح شغال 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 راجل ولا. جدع ولا. ها فين الرجاله؟ طبعا وزي ما شفنا يا جماعة ده نظام شغلنا ان احنا بنعمل نظام ثقة بالنفس للكلب او بنزود حماسه في الهجوم وحماسه في القتال. تمام. طبعا تراك عاش اللحظة معانا وقال لا لازم نعمل الواجب مع ابو نور ونعمل له نعرفه ان انا مش نايم، ده انا صاحي يا جدعان، ده انا جاي هنا علشان نحرس وعشان نخلي بالي من الاماكن دي. يبقى كده كسبنا عصفورين بحجر، يعني تراك بالعربي كده في المكان ده بيفيدنا ان هو ممنوع اي حاجه تعدي المكان ده، يعني مفيش حاجه تتخطى حدودها سواء افعى سواء كوبرا سواء فار سواء اي حاجه زي كده انها تقدر تعدي للمواشي او للدواجن او الحاجات دي. تمام. وفي نفس الوقت ان مفيش اي شيء يقدر يقرب، وفي نفس الوقت بنستغل فرصه ان احنا كل يوم بنزيده من خبرات الهجوم من خبرات الشراسه، بنزيد ثقته بالنفس. زائد ان احنا طبعا لازم نهتم الكلب الحراسه ده يا جماعه، لازم نهتم بكميه الاكل بتاعته، لازم كلب الحراسه ده يبقى شبعان جدا، لازم جسمه يبقى متناسق متساوي، ما ينفعش كلب الحراسه يبقى متبهدل وما ينفعش يخس معايا، علشان لو خس معايا طبعا مش هيقدر يحرس المكان اللي هو فيه وهيبقى كلب مهمل وكلب هزيل في الهجوم بتاعه او هزيل في الحاجات دي. كلب الحراسه طبعا لازم يكون كلب مهيئ للهجوم، مش شرط نوع الكلب ايه، مش شرط مواصفات الكلب ايه، كلب الحراسه لازم يكون كلب شخصيه عنده ثقه بالنفس، واثق ان هو يقدر يحمي مكانه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ولو عجبتكم والنبي تكتبوا لي يا جماعه في الكومنتات، الحلقه جميله جدا ودي حاجه هتبسطني وهتقدرني ان انا نعمل لكم حلقات افضل من كده بكتير. عرفتكم النهارده على الكلب تراك، وزي ما وعدت الناس اللي معايا قلت لكم كل مره هعرفكم على كلب مختلف من كلابنا. تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكل متابعينا، مليون مسا عليكم. اوعوا تنسوا اللي مشترك معانا يلغي اشتراكه ويشترك من جديد عشان اكيد ما بتوصلوش اشعارات، واللي مش مشترك يشترك معانا، ولو انت مشترك معانا فعل الجرس واختار كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد. مليون مسا عليكم وكل سنه وانتم طيبين.